شاهد هذا الفيديو. رغم أنه مشهد تمثيلي لفيلم تركي، لكنه أثر فيني كثيرا. إن كان هذا مشهد تمثيلي، فما بالك بالواقع والحقيقة؟ فلنشاهد هذا الفيديو. Anlamıyorum. Sen annemi yiyeceksin. Kimsiniz? Kimsiniz? Sema kitabı geldi. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Yalvarırım. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Kimsiniz? ورد أنه أول ما يسأل عنه الميت في قبره: من هو ربك؟ وما هو دينك؟ ومن هو النبي الذي بعث فيكم؟ فإن أجاب بسهولة فكان كل ما بعد ذلك هين، وإن لم يعرف فكان كل ما بعد ذلك صعب ومخيف. اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل قبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة يا رحمن يا رحيم.